الحمد لله. والله والله شعور لا يوصف. اول مره نحس بهذا الشعور. كان حلمي اني نطلع رايه الوطنيه باسمي انا، والحمد لله صلاه وسمعت النشيد الوطني، يعني اني انا اسكندري خليت الناس يسمعوا النشيد الوطني. والهدف يعني كان الهدف تاعنا هو ان نطلعوا الرايه الوطنيه، يعني نطلعها انا ولا يطلعها مخلوفي، والله سي كيف كيف. المفيد انه النشيد الوطني يتسمع والرايه الوطنيه في السماء. والله الحمد لله كما قلت ونبقى نقولها انا جد مسرور، يعني نتيجه شد مشرفه تعبت ولقيت الحمد لله، ربي ما خيبنيش. اكيد اكيد والله هذه رساله. شوف مهما تكون العراقيل ومهما تحس روحك رجعت ولا طحت، لازمك تقيس القاع باش تطلع لفوق. واي واحد عنده هدف يلفو با يتخلى عليه، والله نصيحه وعن تجربه. استقبال جد مشرف، وبقيمه الرياضيين اللي جابوا نتائج جد مشرفه، يعني النتيجه كانت مشرفه والاستقبال جد مشرف.